وعم تشوفوا احيانا الارضيه فاتحه دليل وجود الميزويد ماتيريال يعني المواد السكريه يعني بالنفسها بالماده الاساسيه فيها مواد سكريه كثير عاليه هالارضيه او الخلفيه الفاتحه شايفينها ما في شيء مميز بالانتوليبيه لهيك قال لكم الدكتور ما فيكم تشخصوا شوانو مع الانتوليبيه وجود هدول مع بعضهم انتوني اي وانتوني بي هو اللي شخص لنا شوانو هلا حورجيكم شوانو مره ثانيه حفظتوا هاي مشان تقولوا لي مين احلى ايش يعني بس المهيار هو اللي بيحكم ما بصير خلونا نمشي عليها هي احلى هي احلى هي اي انتوني فيو هي الانتوني اي تمام عم تشوفوا هالنوع اللي متوضعين على شكل سياج قابلين بعضه وبيناتهم المادة ايوزينية المجموع هو اللي شوفوا هون كثير حلوين تمام هون كثير حلوين خلينا ندور بقى على الانتوني بي هون الانتوني ايه اكثر بكثير طبعا الانتوني بي يلا هاي هون بلشت تظهر معنا مناطق فاتحة شايفينها ولويتها قليلة بس صايرة قليلة يعني مساحات قليلة شايفينها هون؟ ايه هيك كانت مساحات يا استاذ تمام؟ هي الانتوني بي انتوني بي هي الانتوني بي هي على الطرف شايفينها؟ فإذا عجبكم هذا أكثر شايفين انتوني بي؟ هذاك والانتوني بي في مساحة مين اختار من يعني؟ هلا مهيار حب هاد لا هذاك احلى هلا انا شايف هذاك احلى انا ما مره هو بده يجيكم اثنيناتهم حيجوا بالامتحان ما في دي اقراوي بس انا شوف شكل البنفسجي كثير او لا هذا كثير كثير غامق شو هلا بقى شو طيب اول شيء نحن وين؟ الطرف ماشي خلينا نمشي معها لنشوف شو صاير فيها انتو شو حاسين صاير فيها شايفين كيف صاير الفوليكلز حجمها كثير كثير كبير لاحظين اذا الفوليكلز معظمها طبعا مختلفه كثير بالاحجام لكن الاحجام الكبيره هي اللي سائده لاحظين هذا قد كبير اذا نحن شو الافه جويتر جويتر تمام اذا الجويتر اللي هي السلعه الدرقيه او الجدره الدرقيه ترافق مع احجام كثير كبيره بالفوليكلز بدنا نشوف علامه هون فيها ايه وين العلامه؟ سكالبين لا يعني شايفينها؟ خلينا نكبح شايفين علامه بعضه الفرس؟ ماسكه؟ شايفين شو حلوه؟ طبعا الزهاره قد تكون بويلر، قد تكون سكوماس، قد تكون احيانا شوي مرتفعه يعني ليش دكتور لغمنا السلايد؟ نعم ليش لغمنا ليش لغيتونا هذا السلايد؟ لانه ما له عامل شكل نوديولر يعني ما هن المفروض كل مجموعه تتجمع بشكل عقيد هذا الشيء ما عم تشوفوه هون غير هيك باقي الشغلات كلها موجوده هون العلامه حلوه تمام اذا هذا الجويتر صعب شيء طيب خلينا نشوف باقي هو لا مسهل حسبوا لك كونيا يعني رجعوا فوليكليار هذا تمام كيف عرفتوا من شو عرفتوا؟ جريمات صغيرة شايفين أول شيء عرفنا إنه نحن بالطرف تمام؟ بعدين شفنا إنه القسم أول شيء في اختلاف بالأحجام بس السائد مين؟ الأحجام اللي كثير صغيرة معناتها هي هلا عم تتكاثر وتشكل أجربة ملاحظين؟ معظم اللي موجودين أحجامهم كثير صغيرة طيب خلينا نشوف الكبسول الكبسول تمام إذا هي شايفين الأحجام شو صغيرة؟ دايما بالأدينوما بندور على الكبسول هذا الفلوتين كله هلا بشوف الفلوتين بس خلينا نبلش من الكبسول طبعا الكبسول وين لازم تكون؟ على الاطراف تمام هاي اللي هي الكبسول شايفينها؟ كبسول اللي فاصلتنا الطرف سوري هون هاي الكبسول عفوا فاصلتنا الطرف السليم عن الورق تمام هاي الكبسول تمام سليمه انتهت ما فيها غزو ماشيين نحن معه وفي عندكم سلايدين سلايد فيه كبسول بس ما فيه جزء سليم يعني جزء طبيعي يعني بس كبسول وتحته فورات الورم بين تمام الفرق بين الطبيعي وبين الورم ملاحظين شايفين هون حجم كيف الغريبات كبيره
عشان شيء عرفنا انه نحن بالضرب من الجريبات الضرافيه عشان موته هذا لاحظين اول شيء عم يلفت نظرنا رشاحه لمفاويه رشاحه التهابيه لمفاويه حدا شيء ما شايفينها التهاب بين الجريبات رشاحه كثيفه لمفاويه هي المناطق الغامقه كلها ممكن نلاقي هلا بعد شوي الفويد فوليكلز شوفوا كل هدول هم عباره عن رشاحه لمفاويه جريبات الطرفية بتكون تمشوا بالساحة في مناطق ما تشوفوا فيها جريبات الطرفية يعني انت ما تحس هي ضرب في محلات ما تشوفها ضرب فعلا هي ضامرة طلع عليها هيك انت بالعادة الضرب بتكون محلات محلات لا بتكون كلها جريبات شايفين هون في محلات ابدا ما فيها جريبات اذا لهيك في عنا اتروفي اوف فوليكلز وفي عنا ليمفويد فوليكلز وفي عنا انفلتريشن ويز ليمفويد تشو تمام ممكن كمان ندور على الهير كانسيل ما ما بنلاقوها هون ما اذا بصف العين انا بجيبهم يعني هاي مثل هيك شايفين هاي الخليه؟ هاي الخليه اول شيء حجمها كبير قارنوها باللي هي باللي جنبها هاي اكبر طبعا. لونها ايوزينيه اذا هاي هير كانسيل مو مطلوبه منهم انه تكشفوها يعني على الستار تمام؟ اذا هذا شو؟ هذا شو؟ شو حط لك؟ لا خلص على الرجاء اذا بدك اي شيء. البكتيريا طيب. كمان شفنا جريبات ضرفيه. عم نمشي معها فجأة. بدنا نشوف بسموه بدري. فجأة لقينا مناطق عاملة شكل كليمان. يعني شو مثل هون شوفوا هون خلينا نكبر اكثر نوكلياي قاعدة